السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بمتابعينا الكرام، متابعين قناة الحياة الزراعية. النهاردة يوم جديد مع فيديو جديد و حاجة جديدة. النهاردة هنتكلم عليها خاصة بماكينات القص للنجيلة، ازاي بنقدر نغير السكينة بتاعة الموتور بتاع المكنة اللي بنقص بيها الجنينة، اللي بنقص بيها النجيل. ودي المكنة الهوندا اللي قلنا عليها 365، المكنة الكبيرة. وده دي السكينة الجديدة اللي هنركبها مكان السكينة القديمة. ازاي التولز اللي احنا بنشتغل بيها او المفتاح اللي احنا بنفك بيه، اللي هو ده الرقم، اللقمة رقمها 9، اللقمة 9، رقم 9 اهي، 9 اهي، سوري 16 على 9، تمام. ودي القبضة بتاعتها، المفتاح بتاعها بنركب هنا. ومعانا اخونا سهيل. جود مورنينج سهيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا اسمي سهيل. هيبتدي يفك زي ما انتم شايفين، هذا فك التعليم. اتنين مفتاح، هم اتنين الصامولتين، فك الصامولتين زي ما انتم شايفين بكل سهولة. طبعا مع اختلاف الماكينات بس تقريبا هو السيستم واحد، مع اختلاف الماركات يعني، بس تقريبا كله سيستم واحد. هتلاقي الهوندا زيها زي التورو، اختلافات بسيطة يعني. في ملاحظة مهمة يا جماعة، وانت بتقلب المكنة على جنبها لازم تبقى من ناحية الناحية اللي فوق، بيبقى تانك البنزين من فوق والفلتر من الناحية اللي فوق عشان البنزين والزيت ما يجوش الناحية دي، تمام. بدأت احنا فكها خلاص زي ما انتم شايفين. هذا السكينة ليه بايظة؟ لأن زي ما انتم شايفين من هنا أهي موجود، خلاص الفتحات دي ابتدت تتكسر. أيوة دول الفتحتين دول تمام، اتاكلوا كده يا جماعة من ناحيتين، لأن دي الجزء ده هو اللي بيربي ده. الجزء ده اللي بيرفع الحشيش أو النجيلة، بيدخله جوه الشنطة ديك عشان نشيله بعد كده نرميه في الزبالة، تمام. من ناحيتين، مظبوط، من ناحيتين بيبوظوا فخلاص فانتهت يعني. لما اوريكم دلوقتي لما نفتح السكينه الجديده هوريكم ان هي سليمه، ما فيهاش حاجه مكسوره زي ما انتم شايفين كده. هو افتحها اهو، دي السكينه الجديده، بتبقى زي ما انتم شايفين من هنا سليمه اهي. دي الجزء المتني ده اللي فيه فتحات، ده هو اللي بيرفع بعد ما بيتقص من هنا. دي التانية اللي انتوا شايفينها اللي فوق دي، الجزء اللي طالع عامل كده ده، هو ده اللي بيرمي النجيلة بعد القص، بيرميها جوه المكان المخصص علشان النجيلة اللي هو ده، تمام. ده طبعا الأستاذ جيكي قاعد معانا هنا على طول. جيكي صباح الخير. بعدين رجعنا لسهيل تاني، خلاص ركب السكينة. وركب الصواميل خلاص زي ما انتو شايفين اهو. هو عكس المسامير، مع ان هو المفروض المسمارين زي بعض، بس احنا كنا عاملين شوية تعديلات كده على المكنة. يلا اوكي خلاص، احنا كنا عاملين شوية تعديلات على المكنة، ان اصلا يعني كان في مكان قديم واحنا عاملين عليه قطع غيار، مركبين قطع غيار مكان قطع غيار، فكنا عاملين شوية تعديلات كده. طبعا انتوا مالكوش دعوة بالكلام ده، دي حاجة تبعنا احنا، احنا بس كنا حابين نوريكم ازاي بتركبوا وبتفكوا وبتركبوا السكينة بتاعت المكنة.
لما بتيجي تربط يا جماعة ما تقرطش من ناحية واحدة جامد وبعد كده تقرط من الناحية التانية، بتقرط دي مع دي، دي شوية ودي شوية، دي أسباب ميكانيكية بس لازم تعملها يعني. هذا خلاص خلاص وكده، يا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو وكان خفيف عليكم، وما تنسوش تعملوا لنا شير سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يجيكم كل جديد. طبعا احنا كنا شيكنا على الزيت الصبح وحطينا زيت زياده، النكنه تقريبا بتاكل زيت. هذا فلتر طبعا. وده فلتر الهواء برضه هنشيك عليه دلوقتي وننضفه قبل ما نشغل المكنه. ونتوكل ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويا رب تكون الحلقه خفيفه عليكم والفيديو عجبكم. زي ما قلت لكم ما تنسوش تعملوا شير سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يجيكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.